ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد، والنهارده فيديو بتاعنا مختلف جدا عشان هنخس من غير ما نحس. ازاي يعني هل هنخس من غير ما نحس؟ هقول لكم ازاي هنخس من غير ما نحس. لازم يا جماعه العادات اللي احنا متعودين عليها نغيرها. يعني لو احنا بناكل بالليل كتير، ما انا عارفه اللي احنا كمان في الصيف بقى ممكن ناكل في اي وقت، لازم نحدد ساعه محدده. انا هقول لكم يعني خلينا اخرنا 11 مثلا بالليل، وبعديها ممكن لو جوعتي ممكن تاخدي خيارايه، ممكن تاخدي كابوتشا، تفاحه. بس يا جماعه بس اخرنا اكل الساعه 11 بالليل. دي رقم واحد. رقم اتنين بقى يا جماعه، لازم كل يوم مثلا لو انت ما عندكيش جيم او ما بتمارسيش رياضه، امشي كل يوم حوالي 20 دقيقة. 20 دقيقة حوالين البيت كده وتمشي 20 دقيقة وخلاص وشكرا. فاهميني؟ يعني علشان يعني في ساعات ما بيبقى الوزن قليل شوية، يعني مثلا التمانينات، هنتكلم في التمانينات، الناس اللي في 80 كيلو دول يعتبر وزنهم يعتبر مش كتير قوي زي التسعينات والمية والمية، دول بينزلوا بسهولة. اما عند التمانينات دول بينزلوا بايه؟ ببطء. فلازم يا جماعه يعني على الاقل خليها 3 مرات في الاسبوع، تمشي كل 3 مرات دول 20 دقيقه. تمام؟ دي تاني خطوه. الخطوه الثالثه يا جماعه، لازم نشرب ميه كتير جدا، يعني 3 لتر في اليوم. ليه 3 لتر في اليوم؟ يعني هل لان احنا عايزين ننزل الميه اللي في جسمنا، لان جسمنا ما بيملاش بس دهون، لا ده دهون وعضلات واحتباس ميه. الثلاثه يا جماعه، كل ما العضله بتاعت جسمنا بتنتفخ كل ما وزننا يزيد. طب ما احنا لما نشرب ميه، المية اللي في جسمنا هتنزل فالعضلة هتكش. فاهميني؟ وطبعا يعني ما ناكلش حاجات، يعني ما تبقيش قايمة كده تروحي واكلة حاجة مسكرة. الحاجة المسكرة دي يا جماعة بتعمل ايه بقى؟ بتخلينا نجوع وبتراكم الدهون في جسمنا. شايفين بقى؟ شايفين الخطوات؟ فيا جماعة الحاجة يعني دي الخطوات اللي احنا لازم نمشي عليها. فاهميني؟ يعني نشرب مية كتير، الحاجات السكريات نقلل منها لانها هي اللي بتجوع وهي اللي بتكون الدهون في جسمنا، ما ناكلش بالليل، يعني نمشي، يعني مش ما عندكيش جيم، ما بتمارسيش رياضه، مش ما يعني ما عندكيش مثلا مساحه ان انت تروحي جيم او اي حاجه وتمارسي رياضه، امشي. فاهميني؟ دي يعني دول يعتبر 4 خطوات مهمين عندنا. طب احنا جوعنا يعني هل في النص؟ طب هنعمل ايه؟ هنجوع مثلا سلطه، تمام؟ كلي خيار، كلي تفاح، الحاجات دي ما بتتخنش، بالعكس هتملى بطنك وهتحس بالشبع بسرعه. ماشي؟ دي من الخطوات الاساسيه في لو انت عايزه تبتدي دايت صح. طبعا احنا كل فتره يعني كل اسبوع هنعمل نظام دايت هينزلنا حوالي من 3.5 ل 4 كيلو، مش هكذب عليكم، من 3.5 ل 4 كيلو بس نمشي عليه بالظبط. تمام؟ طبعا طب ايه يعني هل ممكن الحاجات المشروبات اللي احنا بنشربها؟ اشربوا شاي اخضر. اشربوا مثلا القهوه، لو انت بتشربي قهوه او تشربي شاي بس مش بالسكر، بسكر دايت. تمام؟ طب انا عايزه اعمل مشروب ينزل الميه في اللي في جسمي، طب انا اشرب ايه؟ هنعمل مثلا يا جماعه يعني كل يوم تغلي البقدونس على الكرفس وتغليهم وتصفيهم وتحطيهم في الثلاجه وكل شويه تاخدي كوبايه ميه، صدقوني بيفرق جامد جدا وبينزل في الوزن وبينزل الميه من الجسم. الشمر حلو جدا لما تشربوه، حلو جدا 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 يا جماعه. اوعى تقولوا الزنجبيل والليمون والحاجات دي، لان الزنجبيل والليمون والله بيحبس الميه في الجسم، فبلاش زنجبيل وليمون. تمام؟ النهارده هناخد نظام دايت بسيط جدا يا جماعه. لو حابه تشربي كمان بيبسي وكده خليه دايت يا جماعه. نقلل الدهون شويه في الاكل، يعني بدل حته زبده صغننه مع شويه زيت زيتون. تمام؟ انا ما بمنعكيش، يعني ما بمنعكيش ان انت تاكلي، لان الحاجه من غير كده ما بيبقاش ليها طعم طبعا. فاحنا ايه؟ هنمشي بالنظام ده. طيب هنعمل ايه نهال في الاول؟ اول نظام دايت يا جماعه هناخده، هاتي بقى ورقه وقلم كده وركزي معايا. الفطار بتاعنا هيبقى 2 جبنة نستو لايت او 2 معلقة جبنه قريش زائد توستايه زائد سلطه. احنا هنبتدي ده امتى يا جماعه؟ يعني انا هبتدي، احنا قلنا ايه؟ اخرنا 11، قولي هنبتدي بقى الفطار ده 11، هنشرب كوبايتين ميه قبليه ب 10 دقائق وبعدين نبتدي نفطر. اول حاجه 2 نستو لايت او 2 جبنة قريش او زائد التوستايه والسلطه. السلطه دي حاجه اساسيه. طب ايه البديل؟ طب انا لو ما عنديش الحاجات دي، 4 معالق فول مع خس وجرجير ونص رغيف. تمام؟ طب البديل بقى الثالث، بيضايه مسلوقه او تعمليها اومليت بالبصل كده، شويه زيت صغننين، تروحي
مقلبه البصل تمام، وتروحي ضايفه عليه البضايه وشويه ملح بسيط جدا وفلفل اسود وشكرا ماشي، وفلفل الوان وشكشوكه، ممكن تعمليها فلفل الوان زي وشكشوكه، معلش ابني يجي كده في الطريق فبيقول انت بتاكلي، مع توست وسلطه تمام. دي الايه ده الفطار بتاعنا تمام. احنا قلنا ايه، بيض اومليت هيبقى بصل وفلفل الوان، هنعمله زي الشكشوكه كده او بضايه او البضايه المسلوقه مع التوست والسلطه. طب والسناكس بتاعنا بقى، احنا هنبتدي مثلا 11 تمام، يبقى السناكس بعده بساعتين، السناكس بعده بساعتين، يعني الساعه كام يا نهال؟ الساعه 1 تمام. السناكس بتاعنا الساعه 1 ثمره فاكهه او زبادي لايت او عصير بيور، الثلاثه يعني، لا تاخدي فاكهه واحده كده، لا زبادي لايت، لا واحده عصير بيور تمام. تمام خلاص كده احنا خلصنا من الفطار والسناكس بتاعنا. لو في النص بقى جوعتي خيارايه خصايه، فاهمين حاجه السلطه وطبق سلطه كده، تبقي عامله سلطه في الثلاجه تاخدي منها تمام براحتك يعني. ايه طيب بعد كده، طيب الغدا بتاعنا هيبقى الساعه كام يا نيال؟ الساعه 6. يبقى احنا فطرنا 11 والسناكس بتاعنا واحده، لو جوعنا في النص سلطه، وكمان الايه الغدا بتاعنا الساعه 6. طيب الغدا بتاعنا عباره عن ايه؟ هيبقى معانا ثلاث اختيارات. اول اختيار، اول حاجه لحمه مشويه او فراخ مشويه او مسلوقه تمام. ماشي، يعني لحمه مشويه لا فراخ مشويه او مسلوقه تمام، وسلطه وثلاث معالق رز وطبق خضار. طب انا ما عنديش فراخ ما عنديش، بدلها ايه؟ عدس، فول، جبنه قريش، 2 معلقتين عدس، 3 معالق فول او جبنه قريش او لوبيا او فاصوليا، كل ده بروتين، كل ده بروتين، مش لازم ولا لحمه ولا فراخ تمام. طب العشاء ده اول يوم، احنا بصوا هنعمل ايه، اول يوم ثاني يوم ثالث يوم، وهنعمل بالتبادل ونقلب، فاهمين يا جماعه؟ احنا قلنا اول يوم ايه، لا اللي احنا قلنا عليه تمام. طيب الغدا بقى ثاني يوم ممكن شوربه عدس، طبق شوربه عدس وسلطه، او نص فرخه وسلطه تمام. حلو جدا، احنا ماشيين كده في منتهى الجمال، يعني ماشيين كده في منتهى الجمال كده. طب ثالث يوم بالنسبه لنا نص كيلو سمك مشوي وسلطه، واحنا قلنا طبعا بديل البروتين قلنا الجبنه القريش والفول والعدس واللوبيا والفاصوليا الحاجات دي كلها تمام. طيب احنا خدنا ثلاث ايام غدا، هنقلب يعني، احنا مثلا سبت حد اثنين خدنا اللي احنا قلناهم، ثلاث اربع خميس هيبقى ايه بقى؟ ثلاث اربع خميس هيبقى ايه يا جماعه؟ هناخد برضو اللحمه المشويه تاني، هنعيد بقى، هنعيد تاني من الاول الثلاث وجبات. طيب والعشاء بقى بتاعنا اول يوم هيبقى سلطه بيض مسلوق و او جبنه قريش، اتنين بيضه او اتنين معلقه جبنه قريش. سلطه البيض المسلوق انا هعملها لكم ان شاء الله في القناه، هتبقى حلوه جدا وهتعجبكم، ومن الحاجات اللطيفه اللي طعمها حلو. طب تاني يوم في العشاء شريحه جبنه رومي زائد بيضه مسلوقه زائد خس ونص رغيف، ايه رايك في العشاء الرهيب ده؟ عشاء رهيب بصراحه. طيب والعشاء لليوم الثالث اربع شرايح تركي او اربع معالق فول، يعني لا التركي لا الفول، ما عندكش تركي اربع معالق فول وزائد سلطه، وبرده هناخدهم ثلاث ايام وهنعيد تاني الثلاث ايام تاني طبعا. وهيبقى عندنا بقى اليوم الاخير، اليوم يعني بصوا احنا بقى ايه، سبت حد اثنين ثلاث اربع خميس هنمشي بقى كده الست ايام بتوعنا، واليوم السابع هيبقى يوم مفتوح، كلي فيه اللي انت تحبيه. احنا واخدين يا جماعه النظام ده من النهارده، يعني هنبتدي من بكره، بكره الاربع، من الاربع للاربع، ويوم الخميس هيبقى يوم فري بالنسبه لنا تمام، وهنبتدي من اليوم اللي بعده، فاهميني؟ يعني انا عايزه اقول لكم النظام اللي احنا هنمشي عليه ده بجد هينزلنا 3 كيلو ونص 4 لو مشيتي عليه والله بجد، وشربتي ميه ومشيتي ومشيتي على النظام بالظبط، هتخسي بالثلاثة الاربع، يعني الناس اللي عايزه تخس 3 4 كيلو هتخسهم في اسبوع، وان شاء الله باذن الله كل اسبوع هنخلصه، هنبتدي في الاسبوع نظام تاني خالص، لاننا لازم يعني ايه نختلف، يعني لازم الانظمه بتاعتنا تختلف علشان تعمل نتيجه في جسمنا تمام. خلاص هنمشي على النظام ده يا جماعه الاسبوع ده، والاسبوع الجاي هاجي لكم بنظام جديد بمعلومات جديده، وان شاء الله باذن الله هبتدي اعمل لكم يعني في الفيديوهات بتاعتنا هعمل لكم سلطات، هنعمل اكل دايت، علشان انا عارفه في الصيف الشتاء كانت اللبس كان يعني بداري حاجات كتير جدا، الصيف ابتدى اللبس طبعا بيخف،
فبتبتدي دفوهاتنا بتظهر. فهنبتدي ان شاء الله باذن الله نظبط وزننا ونظبط نفسنا ان شاء الله عشان صحتنا وعشان بشرتنا وعشان حاجات كتيره جدا. وان شاء الله باذن الله النظام يعجبكم ويجيب معاكم نتيجه. واشوفكم الاسبوع الجاي في نظام جديد، واشوفكم المره الجايه على خير، وهتوحشوني المره الجايه. وباي باي.